اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين، ومش عارف مش عارف اقول حلقه جديده ولا اقول اخر حلقه من حلقات الموسم الخامس. بجد هتوحشونا قوي، بس مش هتوحشونا كتير لان احنا هنبدا الموسم السادس من تأملات انسانيه قريب. وقد ايه انا سعيد في الحلقه دي لوجود زميلتين مميزين معايا، وايضا لوجود ضيفتين مميزين جدا 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 معايا. اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم تأملات انسانيه. نبدا كده بالجميله ذات الاداء المميز، ازيك يا محمد؟ مريم عامل ايه؟ فؤاد. اهلا بيك يا مريم، اهلا بيك. اهلا، منوره برنامج تأملات ربنا انسانيه، يخليك. وكنت تسلم. اضافه مميزه وقويه ميرسي جدا ميرسي، للبرنامج انا في اللي الموسم سعيده بجد الخامس. بمشاركتي معاكم هنا في الحلقه. ميرسي كتير. ميرسي يا مريم. وهنا بقى يعني اللي كانت يعني تأملات انسانيه اتولد على ايديها، ومن اكتر الناس اللي كانت بتدعمنا من البدايه. اهلا بيك يا محمد، هنا، اهلا بجد بيك يا مبسوط محمد. بوجودك معانا، انا اسعد وما شاء الله والله. يعني ادائك دايما في تطور ومن احسن الحمد لله لاحسن، الحمد لله. وكمان انت مشاركه معانا في برنامج تاني اللي هو برنامج النص النص التاني. التاني، وان شاء الله برضو تكون تجربه ان مميزه، شاء الله وان باذن شاء الله الله. تكون دي حلقه مميزه جدا من ده ان برنامج شاء الله، تأملات اكيد انسانيه. اكيد ان شاء الله حلقه مميزه. ويجي دلوقتي بقى الدور على النجمه الجميله اللي منورانا النهارده، وبجد انا سعيد وفخور ان انت بتختمي معانا الموسم الخامس من برنامج تأملات انسانيه. ضيفتنا النهارده ضيفه مميزه بمعنى الكلمه، وهي نجمه سكندريه بالحرف الواحد، نجمة سكندرية معروفة لدى جميع فتيات وسيدات الإسكندرية. مفيش واحدة في إسكندرية، مفيش شارع في إسكندرية إلا ويعرف النجمة الكبيرة الأستاذة إيناس عمر، خبيرة التجميل المميزة. وبجد وجودك معانا أستاذة إيناس في الحلقة دي شرف كبير لينا، وإحنا سعداء بوجودك. ومعانا بقى امتداد التاريخي بقى، ويعني ذات الابتسامة الساحرة، النجمة الصغنطوطة اللي لسه في بداية الطريق، ندى يحيى. أهلا بيك يا ندى، اهلا بيك يا منورانا، محمد، وإن ربنا شاء الله إن شاء يخليك. الله تكون حلقة موفقة، ان وأنا شاء سعيد الله جدا بوجودكم باذن الله معانا. باذن الله. خلونا نبدأ حلقتنا مع الزميلة مريم. طبعا احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهارده، وطبعا قمر حلقتنا اللي منوره استاذه ندى. استاذه ايناس، خلينا نبدا مع حضرتك من اول مشوار استاذه ايناس عمر. وقبل ما توصلي للشهره دي وتكوني ايقونه من ايقونات الجمال كخبيره في مجال التجميل والموضه، سواء على بشكل عام على مستوى مصر او بشكل خاص داخل المجتمع السكندري، ايه اللي حبب حضرتك في المجال؟ مين شجعك؟ وكانت اول خطوه شكلها ازاي؟ هو الحقيقه ان يعني انا اثقلت الموضوع بتاع الميك اب بدراستي. انا كان دراستي تربيه نوعيه وكلها طبعا الوان والحاجات دي، ف انا اخدتها واحده واحده، وبقالي 20 سنه تقريبا في المجال، وواحده واحده كده لحد ما وصلت لحضرتك شايفه ده. بالتوفيق دايما اكيد يا كان رب. في محطات صعبه او اكيد حاجات يعني تجاوزتيها وعديتيها اكيد بمنتهى انا اشتغلت على نفسي كتير، يعني اشتغلت على نفسي كتير، والعملاء والتعاملات، والتعاملات دي مهمة جدا من العميل للشخص نفسه. لازم يبقى فاهم هو بيعمل ايه، واخد باله هو بيعمل ايه، الحاجات دي مهمة جدا. يعني خبراء التنمية البشرية بيقولوا ان 70% من النجاح متوقف على المهارات الانسانية او السوفت سكيلز، بالظبط، تعاملك وتواصلك مع الناس وازاي تعرف اللي قدامك عايز ايه من غير ما يقول. دي حاجة مهمة جدا. تمام. مساء الخير الاول مدام ايناس، انا سعيده حقيقي بوجودي معاك النهارده، عشان احنا ما صدقنا بقى ان احنا جبناكي عشان نفترسك ونعرف المعلومات كلها منك. فالاول بقى حابة اقول ان انت ما اكتفيتيش فعلا بدراستك ولا بالموهبه، سافرتي بره وحضرتي كتير جدا من سيمينارز وتعاملتي مع خبراء اجانب، فحابين نعرف ازاي انت ادمجتي الصيحات الغربيه مع العربيه عشان تظهر بالشكل المحترف ده. بصي، هو انا بدات الاول على الكلاينت بتوعي الموجودين في اسكندريه واحده واحده، وطبعا ما كانش في سوشيال ميديا اصلا. اما بدانا موضوع السوشيال ميديا والحاجات دي، فابتدينا نعرف الحاجات اللي موجوده بره. بنشوف سيمينارز بيتعمل بره في دول عربيه، في دول اجنبيه، بنروح بنحضر، بيبقى في شركات احنا بنتعامل معاها تعمل لنا سيمينارز للمنتج الحاجات بتاعتها، فلازم نحضر ايه الجديد والابديت بتاع. وسافرتي طبعا حضرتك بره مؤتمرات وحاجات، وسافرتي مع طبعا. و
الاستاذ سامع الهواري عرض لنا على الشاشه دلوقتي بعض الشهادات وبعض اللقاءات اللي حضرتك يعني ساهمتي فيها. حاجات كتير يا محمد. ما شاء الله حلقات حضرتك. ما شاء الله يعني عايز اقول لك ان احنا شايلين 40 شهاده جدا يعني استوانا شهادات الحلقه فعرضنا مشوار منها. مشوار طويل وكان مجهد وفي نفس الوقت كان جميل وانا بحبه وحبيته أكيد. اكتر في الفتره الاخر 10 سنين مجهد يعني. بس اكيد ممتع يعني جداً. انا دايما أنا بقول اقعد في البيت دايما بقول النجاح طريق من الكفاح لا ينتهي. الانسان الناجح يفضل يتعب طول عمره ويبقى مستمتع بالتعب ده. ما هو دليل على التعب ان انا معاكم النهارده. ده شرف لينا والله. شرف لينا. سعاده جدا. مريم كنت عايزه تتكلمي عن مشاكل الشعر اعتقد. تمام. الحقيقه استاذه انس احنا عم اعلنا عن وجود حضرتك في الحلقه جالنا تساؤلات واستفسارات كتيره جدا سواء من فولورز على صفحه حضرتك او من متابعين للبرنامج. بس كانت المشكله الابرز والاهم هي مشكله الشعر وسقوطه. دي مشكله انا شخصيا بعاني منها يعني ستات ورجاله كبار وصغيرين. حابين نعرف ايه اسباب السقوط، ايه الحلول، ازاي ممكن نقدر نحد او نخف من سقوط الشعر، ازاي ندي شعرنا مظهر لامع ونامع ولامع. في حاجه تانية برضو مهمه، البروتين البوتكس. حابين نعرف حاجه حاجه. طيب اوكي طيب بالنسبه لسقوط الشعر كلنا شعرنا بيظهر اكيد. انا شخصيا شعري بيحصل فيه نسبه سقوط لان الطبيعي يعني اللوجيك ان كل يوم بيسقط 100 شعره. تمام. ما تسرحيش شعرك وهو مبلول. المشط. حاولي تستعملي مشط خشب. ده بيبقى طب نلاقيه فين ده؟ الناس احنا مش لاقيين اصلا. الصيدليات. الصيدليات عشان بقاش بيعملش موجات كهرومغناطيسيه زي البلاستيك. فتقطم الشعره. ناكل كويس، ناخد فيتامينز كويس، ما يبقاش فيه ستريس. الحاجات دي كلها بتاثر يعني بتاثر عليكي نفسيا فبيضطر ان الشعر ممكن يقع، ممكن يحصل حاجات جلديه، يشر شعر، حاجات كتير. طب هو السقوط او معدل سقوط الشعر نفسه في معدل معين ولا مثلا اي حد بيلاقي اي شعر 50 شعريه في اليوم يوميا عشان بس في ناس بتتخض انا شعري بيقع. انا لا هو في ناس بتفتكر لما بتيجي تعمل بروتين شعرها بيقع او انت لما تيجي تعملي بروتين شعرك مش هيقع. تمام. الموضوع داخلي اكتر ما هو خارجي. احنا بقى منزلين دلوقتي تليفون حضرتك على الشاشه بحيث اي حد بقى من الساده المشاهدين حابب يتواصل مع حضرتك في استشاره وسهل. دي حاجه يعني بعد اذن حضرتك. اهلا وسهلا. طيب بمناسبه ذكر البروتين، حضرتك شايفه انواع البروتين البوتكس اثرهم على الشعر، ايه الفرق ما بينهم؟ لو في انواع جيده ممكن نقولها لل يعني انت عايزاني اقول انواع؟ لا في شركات لازم تتعاملي مع شركه ما تتعامليش مع حد بيجي براند محترم. براند لازم يبقى براند. حد انت ناس جربوا الحاجه دي. مش عيب ان انت تستمري على حاجه واحده تكون كويسه وما بتعملكيش مشاكل في الشعر. مش عيب. دي حاجه. حاجه ثانيه البروتين بيعتمد على الفرد بالاحماض الامينيه. انما البوتكس بيبقى فيه معادن وفي يعني في مش بيفرد يعني في نسبه فرده بيغذي اكتر 60 70% مش بيفرد، هو بيهبط العيشان. بس البروتين بيغير لون الشعر على فكره مصر. لازم. ما دي المشكله، اي حد صبغ شعره استحاله يحط يعمل وخاصه بروتين. اللي صابغ بلوند ما بالظبط انا بتكلم عشان كده عمل لي مشكله خلاني اورانج خالص. بصي انا هقول لحضرتك على حاجه، انا ما بحبش اللي بيعمل عمليات تفتيح مجهده للشعر ان هو يعمل بروتين. بالظبط انا خلاص او يبقى في فرق كبير بين ده وبين ده يعني بين البروتين وبين الصبغه قد ايه؟ طيب يبقى فتره طالما في عمليه تفتيح وسحب قد ايه فرق الصبغه؟ تقريبا اسبوعين. ولو عملت بروتين ما يغيرش؟ لو عملت بروتين وغمقتي شعرك؟ لا مش هغمق، انا باللون بتاعي وعملت اسبوعين. بروتين اسبوعين. وما يغيرش لون الشعر. في حاجات بتتحط على الصبغه او على البودره موجوده دلوقتي الاي بلكس والحاجات اللي هي موجوده على البلكسات كلها بتتحط في الصبغه والاولا بلكس والحاجات دي بتاثرش على المده نفسها بتاعت ال ال لا التفاعل التفاعل بتاع البودره. لو هو بياخد 30 دقيقة مثلا ممكن ياخد 45 دقيقة وبالراحة على شعرك، فالشعرها ما بتبانش في الآخر إنها مهلكة. تمام. احنا مش عايزين نبعد بعيد قوي عن التخصص الأساسي بتاع حضرتك الميك اب ارتست، فيمكن هنا كانت عايزة تتكلم بالظبط كده. أنا بصي حضرتك المكياج طبعا مهم لكل واحدة، لازم طبعاً. المكياج ده أساسي. ففي ناس كتير بتعتبر إن المكياج الكتير حاجة كويسة وبيخلي شكلهم حلو قوي، ناس تانية بتقول لك لا المكياج البسيط أحلى، بيبقى شكلي أبسط وأجمل. إيه رأيك طبعا في الموضوع ده؟
وكمان المكياج بتاع الليل مختلف عن مكياج النهار ازاي، وازاي بقى المرأة العاملة مكياجها مختلف عن المرأة العادية، فطريقة المكياج وحطي المكياج بأبسط سؤال مركب قوي ده. يعني عايزين نستفيد بخبرتك كلها في مجال الميك اب. هو اهم ما في الموضوع ان اللي هتحط ميك اب تبقى مجهزة بشرتها ان هي هتحط ميك اب، نازلة الصبح ولا نازلة بالليل. بالظبط، ايه الفرق بقى بالظبط؟ نازلة الصبح لازم احط تونر، غسول، احط حاجه ضد الشمس انا بالظبط كده. لازم اعمل الحاجات دي عشان ما يبقاش في تهالف للبشره. ما احطش فاونديشن كتير الصبح. انا بشوف ناس بتحط فاونديشن كتير، وقلت لك مفيش فاونديشن خالص الصبح اساسا. لا هو الاحسن ان هو ما يبقاش فيه فاونديشن مش كده انا بقول يا ندى صح. لازم تحطي سان بلوك في اس بي اف احسن بقى. طب انت ايه بقى مكياج البنات بالنسبه للجامعه والبنت في الجامعه؟ هو اصلا من الاحسن ان انت ما تحطيش ميك اب وانت نازله الصبح، لانه اصلا الفاونديشن كلها فيها ضرر كبير قوي على البشره، فهو بيبقى الاحسن ان انت تحطي سان بلوك ويبقى كمان اس بي اف عشان يمنعك من الاشعه تحت البنفسجيه. فده بيبقى احسن كتير. هنا تجاوزت كده وعملت جامب على كام حاجه، بس احنا طبعا معانا الورده الجميله اللي منورانا النهارده ندى يحيى، بجد سعيد بوجودك معانا، وخصوصا ان انت بتعبري عن الجيل الجديد والرؤيه الجديده في مجال الميك اب، لان احنا طبعا احنا بنحاول نحافظ على الاصاله والحاجات الاصيله، وفي نفس الوقت محتاجين نتفاعل بشكل حداثي وبشكل مودرن مع موضوع الميك اب او الشعر. فحابب اعرف بقى رؤيتك الخاصه في مجال الميك اب. هو اكيد بيبقى في فرق بين احنا كجيل جديد، بيبقى في فرق كبير قوي بيننا وبين يعني مامي تعتبر من برضو من الناس اللي بقى لها زمان قوي. ف يعني احنا كجيل كبيره يعني احنا كجيل جديد بيبقى التواكم احنا كجيل جديد بيبقى عندنا افكار تانية بنبقى بس لا بنبقى مجانين شويه. ان يعني جمهور كتير قوي وكبير من متابعيها ومن الكلاينتس عندها شباب. أيوة. فدي حاجه معناها ان حضرتك فعلا متابعه احدث. هي مواظبه مع كل حاجه بتبقى جديده موجوده. تمام. طيب هل بقى انت عندك بقى رؤيه خاصه او تاتش خاص ليكي وانت في بدايه الطريق؟ بحاول اعاصر كل حاجه بتنزل جديده، الابديت بقى النيو ابديت. تمام جميل جدا. كنت عايزه تكلمينا عن مشاكل البشره يمكن يا مالك. برضو في مشكله بتبقى مهمه جدا بتقابل كتير من البنات والسيدات، تحديدا مشاكل البشره، التجاعيد والخطوط اللي بتظهر نتيجه تقدم العمر. في كمان احيانا بنلاقي شباب صغير لسه مقتبل العمر ومع ذلك بتظهر له الخطوط والتجاعيد دي. فياريت يعني حابين برضو نعرف من حضرتك لو في روتين معين نتبعه عشان نقدر نحافظ على بشرتنا، نقلل من ظهور التجاعيد دي عشان بشرتنا تبان اصغر وانضر. وانا شايفه كمان ان ده سؤال مهم وعايز حضرتك تجاوبي باسهاب باستفاضه. يعني انا شايفه ان في بنات صغيره بتتجه للبوتوكس والفيلر والحاجات دي دلوقتي. تمام. انا شايفه ان هو من 20 كمان بيبقى سنهم صغير دي سبب في ظهور الخطوط او حاجات للشفايف، حاجات في الخدود ينفخوا. انا شايفه ان ده اوفر في الوقت ده، لان الحاجات دي بتسقط يعني. طيب. الحاجات دي لو انا ليها ضرر بعد كده فاهماني. فهي لازم تهتم ببشرتها، عندها 25 سنه، في كريمات تخصها، تعمل يعني ريفليك كده للوش، ولازم تبقى كمان متابعه مع دكتور. لازم دكتور عشان خاطر لو انت بتستعملي ميك اب كتير بيبقى فيه بورز بقى وفيه حاجات اللي هي اكيد اثار سلبيه موجوده على البشره. اكيد ومش شرط. انا مدام حضرتك كنتي برضو مدام هنا قلتي على موضوع الشعر، لا مش موضوع الشعر، كان حاجه على الميك اب. بالنسبه اللي هو الليل والنهار، يعني مكياج الليل والمراه العامله على فكره ما سالناش عنها. بالظبط هو ده اللي انا عايزه اساله. والمراه اللي يعني المكياج بقى الست اللي بتخرج الشغل، وكمان ميك اب العروسه والعروسه طبعا. يعني ميك اب العروسه يمكن النهارده احنا النهارده في البرنامج الحاجات اللي هي فيها الهايلايتر والحاجات دي هو منعها تماما. عايزه افيد ان موضوع الهايلايتر ده كمان بيبقى صعب جدا في الكاميرا، بيعمل ريفلكشن للاضاءه فبيسحب اللون والحاجه دي بيبقى مش موجوده. العروسه مش شرط تبقى تعمل حاجه تقيله، ده اللي انت سالتي عليه بالزبط. واحنا فوتناه ان الحاجه التقيله كويسه ولا والحاجه المكياج البسيط قوي ولا التقيل.
هو على حسب الوش، على حسب ما انت بتستريحي. الوش ولا حسب وقت التوقيت اللي انا بخرج فيه بقى هو اللي بيحدد لي التوقيت ده اساسي يعني. التوقيت ده لازم مش معقول هتبقي مثلا نازله الصبح حاطه كذا حتى رشاش كتير حتى شادو حتى اسمح واجبك. عايزين برضو نصايح للمراه العامله، يعني المراه العامله اللي كل يوم بتنزل رايحه شغلها وبتحط ميك اب، تنصحيها بايه؟ على حسب الكاتيجوري هي بتشتغل فين. ايوه بس هي دي اللي بتبقى طبيعه العمل، طبيعه العمل يعني؟ بتاعها طبعا يعني مش واحده مجلس اداره او مديره او كذا او كذا هتقارنيها مثلا بحد بيشتغل في مكتب وبيتقابل مع ناس من الشعب او كذا او كذا. ما تقدريش تبقي قاعده في بهرجه يعني. بهرجه صح صح. طيب بقى في مشكله هنا بتواجه السيدات اللي بتصبغ شعرها وده سؤال مهم قوي عشان عايزه اعرفه يعني. هنا بالنسبه للشعر اللي بينصبغ بيبقى فيه بيسبب له اضرار ومشاكل لو نوع الصبغه مش كويس، فايه النوع اللي بتنصحينا بيه وايه نوع لون الصبغه اللي ممكن اصبغها تكون مناسبه للون بشرتي؟ ان كل واحد فينا طبعا معروف ان احنا درجاتنا مختلفه في الالوان، فايه اعرف ازاي لون الصبغه المناسب للون بشرتي انا؟ بصي هو انا بستخدم اربع صبغات براند ما توقعش في صالوني وبيبقى معاها اي بلكس اولا بلكس كذا كذا، بيبقى بيتحط على الصبغه وبيتحط على البودره وفي حاجات امنه تمام. بس العميل بيبقى جاي انا عايز اللون ده بالظبط، انت عليكي تطلعي. طب حضرتك درجه شعرك ما تنفعش، حضرتك درجه شعرها ما تنفعش ولا اللون ولون بشرتها اللي مش مناسب؟ واحنا بنكون عامله مش هتغير لون البشره بس الشعر تقدر تغيره وبعدين بنصبغه بالدرجه اللي هي مناسبه. عامله بروتين مش بيتناسب مع لون شعرها. مش كل شعر بتحتاجي تفتيح والله. لا يعني في صبغات اللي انا بتكلم عنها ممكن تفتح اربع درجات وسبع درجات بدون تفتيح تمام. لو الشعر طبيعي تمام مش مصبوغ قبل كده بيحصل برضو مشاكل ان بتبقى العميله جايه عامله عمليات تفتيح كتيره جدا 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 بتهالك بقى الشعر ولما بتيجي تسحبي لون بيجيب كل الدرجات اللي تحته تمام. فده بيبقى مشكله كمان مع البروتين طبعا. طب احنا اتكلمنا بقى شعرك عامله كده مشكله. اتكلمنا عن المراه العامله والميك اب بتاعها، محتاجين بقى نوجه سؤالنا لندى ونعرف بقى بالنسبه للطالبات والشابات اللي في المرحله الجامعيه، هل تنصحيهم نصايح معينه؟ هل في ميك اب معين ليهم؟ هل درجات معينه؟ ده سؤال مهم جدا. مش فكره ميك اب معين، هي فكره كل ما نبقى ناتشرال ومش مغيرين في ملامحنا الموضوع بيبقى احسن. طبعا كل حاجه طالعه جديده احنا بنجربها اكيد ليها ضرر كتير، زي الاكريليك مثلا، زي اللاشز الوان باي وان، كتر الميك اب، كل ده بيبقى ليه ضرر على كل حاجه فينا اصلا. فكل ما نبقى ناتشرال كل ما نبقى احسن. بس يعني اكيد برضو الفتاه الجامعيه بتحب تكون في ابهى صوره وكده، فاكيد يعني بتحط ميك اب لو بسيط. نصايحك ليها ايه؟ تستخدم ايه؟ تستخدم حاجات تكون صحيه لبشرتها زي ما قلت لك في الاول، الصبح خلينا سان بلوك اس بي اف، في الحاجات اللي طالعه جديده التنت المورد ده بيبقى اخف واحسن. بالليل بقى وهي نازله مش لازم ديلي تحط ميك اب لان ده فعلا حاجه نيجاتيف على البشره بالظبط، هو بيبوظ البشره. وبعدين لو حتى عايزه تعمل اكريليك او تركب ضوافر عاديه او تعمل جل او تحط يعني الرموش اللي هي الهير باي هير، مش لازم على طول، مش لازم يعني ديلي وان تتشال احط تتشال احط لازم يبقى في راحه. كل حاجه ليها ضرر، اي حاجه فيها تقل على حاجه مش بتاعتها. بس حضرتك الصالون بتاعك مشهور جدا، واحنا بنعمل سيرفي وبنستقصي الاراء على الانترنت، الصالون بتاعك مشهور بان هو بيستخدم حاجات صحيه، حاجات براند، لذلك في اقبال شديد ما شاء الله يعني على الصالون بتاعك، ودي حاجه مميزه، لذلك احنا لينا الشرف بوجودك معانا النهارده. ربنا يخليك، ربنا يخليك. انا اللي ليا الشرف بجد ان انا فوزتيكوا النهارده في اخر حلقه. ده شرف ان شاء الله. طيب استاذه الناس، حابين برضو تنصحي السيدات والبنات اللي ضوافرهم بتتكسر او بتبوظ نتيجه شغل البيت او اعمال المنزل اليوميه، ازاي يهتموا بضوافرهم؟ ازاي نخلي شكل ايدينا حلو؟ الضوافر انهي مثلا نوع ضوافر؟ هل الاكريليك افضل ولا الضوافر العاديه؟ ايه الفرق ما بينهم؟ احنا اتكلمنا في الاكريليك والجل. اوكي. عندك مناسبه، عندي عروسه، وانا بس عايزه اقول حاجه برده على الهوا عشان بس دي مصداقيه، ان الكلاينت اللي بتصلي الضوافر بتاعه الجل والاكريليك بتمنع لونه. والضوافر العاديه، والضوافر العاديه التركيب العادي بتبقى حاجز يعني حاجز. في ناس بتحط الضوافر العاديه في اوقات معينه
مثلا مناسبه كذا كذا تمام. لكن بالنسبه للاكريليك والجل احنا بنعمل كل الكلام ده، بس انا ما اقدرش اقول لعميل انا ما عنديش. لا طبعا، يعني انا بعمل الجل وبعمل الرموش كمان بتنقض الوضوء. طبعا تعمل حاجز، تعمل حاجز الثابته اللي هي تديلي على طول الشهريه او الشهرين دي تبقى هي دي، وان كان الثابته والمتحركه ايا كان عموما هي ما الثانيه دي العاديه بحب تشيلها العميله وراحتها بقى. يعني احنا بنعرض واللي عايزه اوكي. طب هل في بعض الاكلات او الاطعمه بتاثر مثلا على الضوافر او على الشعر او حاجه تنصحي بيها للناس؟ تاكل موز، تاكل حاجات جرجير فيها عشان جرجير طبعا. طب الموز ايه تاثيره ده؟ والثوم للشعر تحفه، بيدعم الاظافر. طب احنا بقى يعني عايزين هديه من النجمه الجميله خبيره التجميل ايناس عمر، هديه وعرض كده تبعتيه للمشاهدين لمشاهدي ومتابعين. لا انا عايزه مدام هنا تجيلي، يعني مثلا انا جايه الحلقه انا هجيلك على اسكندريه على فكره. انا عايز اقول لحضرتك انا قاعد في وسط اربع نجمات اسكندريه. فعايزين بقى عرض كده، عرض من صالون ايناس عمر لمشاهدي تأملات انسانيه والجمهورنا في اسكندريه طبعا وفي القاهره كمان القاهرة وفي اي بلد محافظات. انا هعمل لمده اسبوع 30% على اي حاجه في الصالون. روعه كده، شابوه لحضرتك. حلو حلو. اول ناس عند حضرتك على مدام واجب في اسكندريه كده. لو عايزه تحجز ممكن تحجز لاي يوم في بقى ايه في السنه لغايه 2020 ان شاء الله. ان شاء الله يعني دايما كده على اي حاجه، باكج العروسه، بروتين، صبغه، اي حاجه اي حاجه خاصه لحضرتك. يا رب دايما موفقه ودايما من نجاح لنجاح. وقد ايه كنت سعيد ان احنا بنختم الموسم الخامس بالجمال مع شخصيه جميله زي الاستاذه ايناس عمر خبيره التجميل المميزه. بشكر ضيفتي الجميله. عايزه اعمل بس مقاطعه مع حضرتك. فضل. شكر خاص للاستاف بتاعي طبعا اللي مخلي وجودي هنا النهارده، يعني كلهم، وعلى فكره كل الستاف عندي بنات. الله على لمسه الوفاء الجميله دي. بشكرهم جدا على الهوا، ان يعني كانوا سبب ان الكلاينت يبقوا مبسوطين، كانوا سبب في النجاح. اكيد في النجاح ده هم ليهم، هم شركاء نجاح معايا. لفته جميله، بشكرهم جدا كلهم على الهوا. يعني احنا طبعا امبارح كان حفل ختام الموسم الخامس، كنا على الباخره السياحيه الفخمه فيرست لاف في عرض النيل لمده 3 ساعات من 3 ل 6، وكان حفل مميز جدا وكان فيه مفاجآت. ويعني بهني زميلنا نائب رئيس التحرير الاستاذ احمد اسامه ان هو اعلن خطوبته امبارح على الهوا كده في وسط الحفله. الله يبارك في حضرتك، ميرسي. فخلونا كده نطلع نتفرج على مقطع من الحفله، وان شاء الله يعني بنتمنى لاحمد اسامه زميلنا العزيز التوفيق ان هو اعلن خطوبته على الاعلاميه الجميله مروه العاصي. فخلونا نطلع نسمع ونتفرج جزء من الحفلة ونرجع لكم بعد الفاصل. انتظرونا، ما تروحوش في أي حتة. فريق عمل الموسم الخامس من تأملات إنسانية عمايا مصر. وطبعا عشان الناس مش فاهم احمد، طبعا نحيي دكتورة إيمان أنيس تحية جميلة. تحية رائعة الدكتورة نبيلة قشطي. بعد ما ذكرنا بعض العناصر النسائية يأتي الدور لطامة رفيعة بمعنى الكلمة، وهي طامة دكتورية، راجل محترم. كان ليا الشرف ان هو كان زميلي في الكلية، وكنا يعني كان قربة لينا كطلبة زملاء، وبعد كده أصبح قربة لينا لما بقى معيد في الكلية، وبعد كده بقى أصبح قربة للطلبة بتوعه لما أصبح مدرس في كلية التجارة وحصل على درجة الماجستير والدكتوراه، وهو الاستاذ الدكتور هاني رجب رئيس. اهلا وسهلا بالاستاذ دكتور هاني. يعني كان نموذج بمعنى الكلمه للطالب المجتهد المجتهد في علمه، كان نموذج للراجل المحترم في اخلاقه. وانا ليا الشرف وعظيم الشرف ان هو نورنا النهارده كضيف شرف على المنصه واحد المتحدثين. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل دكتور. تحيه جميله دكتور هاني. نبدأهم بأحد الشخصيات اللي دعمتني وساعدتني جدا في تنظيم الحفلة دي، وكان ليها دور كبير، وهي سبونسر معانا في الحفلة دي، وهي ملقبة بذات الجمال الفرعوني. هي في الأساس مهندسة، ولكن الآن هي سيدة أعمال، ورفضت إن أنا أكتب كلمة سيدة أعمال، قالت لي لسه بدري على الكلام ده، خليها المهندسة مروة نديم. أهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندسة. صاحبة الجمال الفرعوني.
اهلا وسهلا بحضرتك يا ولد الدنيا كلها. وصاحبه براند مروه نتيم، البراند اللي البلد بتاعه ده، وهي منوره وهي شخصيه اسكندريه. شرف الاستاذه الدكتوره ايمان انيس، اتفضلي يا دكتوره. وكل اعتناق وكل اعلن عن مفاجاه وهي بيعلن عن حاجه. وانا
انا بشكر كل الموجودين حواليا من نعم ربنا علينا الناس الكويسه اللي حوالينا زي طبعا رجل اعمال باشمهندس عمرو كساب واخويا الكبير الاستاذ نبيل بسيوني واخويا الكبير الاستاذ سامح هواري ممكن احمد اللي يجي ابن عمي جنب هنا برضه بعد اذنك وطبعا باشمهندس احمد الشاعر وباشمهندس احمد شعبان والباشمهندس ايهاب وكل القوم الموجودين. انا حبيت اعمل عن مفاجاه النهارده ان انا اعلن عن خطوبتي. الاعلان عن خطوبتي انا اللي موجوده النهارده هنا. وانا حبيت اشاور عليها واقول هي اعلاميه مره. وقول ان انا بحبها جدا جدا جدا. اسمعيني الف 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 مهمه.